كرة كأس العالم لكرة القدم. قطر تسابق الزمن لإنجاز المشاريع، المشاريع الضخمة في البنية التحتية خاصة في قطاع النقل استعداداً لمونديال 2022 وتماشياً مع رؤية قطر 2030. وفي هذا الإطار استضافت العاصمة الدوحة مؤتمر النقل والمواصلات للوقوف عند آخر التطورات في هذه المشاريع ولبحث التحديات التي تواجه القطاع في المنطقة. حاليا احنا عندنا ثلاث مشاريع رئيسيه، مشروع المترو ومشروع الوسير قطار الوسير ومشروع قطار الرابط الخليجي المسافات الطويله. حاليا الحمد لله مشروع المترو ماشي حسب البرنامج، حققنا 24% حتى الان. الحمد لله تمكنا كذلك من تحقيق رقم قياسي بالنسبه حق عدد الحفرات اللي اشتغل في وقت واحد، ان شاء الله متوقعين انه يتم تدشينه في اخر 2019 ان شاء الله المرحله الاولى. قيمة مشاريع قطاع النقل في قطر من طرقات ومطار وموانئ وسكك حديدية تخطت 48 مليار دولار، في حين تتوقع شركة ميد ترسية عقود في قطر بأكثر من 200 مليار دولار حتى عام 2030، منها 40% في قطاع النقل وحده. تقدر مشاريع قطر المستقبلية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي في سنة 2015 لحد الآن. تم ترسية مشاريع بقيمة 21 مليار دولار أمريكي. تقدر المشاريع المستقبلية 40% بقطاع المواصلات. الكمية الأكبر حتكون من المشاريع الريل لقطر ريل. في 2015 تم ترسية مشاريع بقيمة 4 مليار دولار، وفي 2016 تقريبا 6 مليار دولار. السلطات القطرية أكدت أن كأس العالم ليس الحافز الوحيد لهذه المشاريع، وأن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على خططها التنموية. لا يخفى على أعين الزوار كم العمل الهائل على مشاريع البنية التحتية والتي تحاول قطر تحويل الدوحة من خلالها إلى مركز متميز في قطاع النقل في المنطقة. من الدوحة في قطر، مريم صليبة، سكاي نيوز عربية.